السلام عليكم، سميتي عمر الحسني، حاليا تتبع الدكتوراه ديالي في الرياضيات التطبيقيه في جامعه كولومبيا بنيويورك، وخريج ليكول بوليتكنيك بباريس. اليوم تتحدث معكم بصفتي عضو من اعضاء جمعيه مات ماروك رياضيات المغرب. الجمعيه تتكون من طلبه مغاربه اللي تابعوا الدراسه ديالهم او مازال يتابعوا الدراسه ديالهم باهم المعاهد والجامعات الامريكيه والكنديه والفرنسيه الى اخره، وللاغلبيه ديالهم سبقوا مثلوا المغرب في الاولمبياد الدوليه للرياضيات. الجمعية كتقوم بواحد العمل تطوعي إلى جانب وزارة التربية الوطنية في تأطير الطلبة المغاربة المقبلين على المشاركة في الأولمبية الدولية للرياضيات. شنو هي الأولمبية الدولية للرياضيات؟ هي أكبر تظاهرة عالمية للرياضيات اللي تشارك فيها جل بلدان العالم، واللي نظمت هاد السنة في إنجلترا. هاد السنة كنت من بين المؤطرين والمشرفين على الاستعدادات ديال الفريق الوطني المغربي اللي دامت أكثر من سنة، ورافقتهم الى انجلترا. في هذا الفيديو غادي نحكي على تجربتنا كجمعيه رياضيات المغرب مات ماروك في تاطير ومرافقه الفريق المغربي. اجي تابعوا معي. هذا الاسبوع عندنا التكوين استعداد ان شاء الله غنشاركوا السيمانه الجايه في كومبيتيسيون انترناسيونال اولمبياد في انجلترا. احنا دابا راحنا في مركز التكوينات في الرباط، كنستعدو للاستعدادات الاخيره وان شاء الله نديرو انطلاقه نهار الاحد وتكون يكون داكشي مزيان. كنا كنبريباغو هادي كثر من عام اونفيرون 10 موا بحال هكا، حنايا كنبريباغو جو بوغ لي زيمو، وهادي 3 ديغني موا مورا ما كانت هاديك تيم سيليكشن تيست عاد ولينا كنبريباغو فريمون انتونسيفمون بوغ هاد لا كومبيتيسيون. افون الوطني كنا كنخدمو ديك 4 اور باغ جور بحال هكاك، ولكن اون فوا دوزنا الوطني طلعنا لو ريتم كثر، ولات ديك 8 10 اور باغ جور فوا 12 اور بعد المرات. تيكونو دي فوا في سارتي سيكتور لا ديتاس باغ انترنيت و تنخدمو و تنصيفطو داكشي سكاني سيتو تيصحونا و تنديرو فيدباك و تنصحوهم اونصومبل سكايب ولا في ميسنجر. اختاريت نستعد في المغرب دونك اول حاجه كاينه مسؤوليه، ولكن فوالا تتكون فخور براسك. ممكن اكثر من سنه نجم نستعدوا لهذه المسابقه الدوليه عبر تدريب وطنيه، ولكن الاستعدادات خصوصا تكثفت خلال 3 اشهر الاخيره اللي تمنا في واحد الريتم جاي شويه عالي. فوالا دونك ميتونو هذا الاسبوع هذا هو خلينا نفترضوا الاستعدادي الاخير الاولمبياد الرياضيه الدوليه. On est en train de compléter la formation, mais aussi de préparer les élèves moralement et physiquement pour la compétition. Inch'Allah, je vous souhaite un bon travail pour vous. Il faut apporter l'air de l'air moins 1 sur A égale à l'air moins 1 sur A. L'air moins 1 sur A. Une compétition prestigieuse dans le monde, la plus grande compétition du monde. C'est un honneur que nous avons fait. L'événement qui permet de initier la culture mathématique, ou c'est une très bonne expérience ou un tellement bizarre. Nous avons fait un tour à nos mythes de Mohan Lam par rapport à l'Aïman Bifato, ou on est optimiste. Nous avons réalisé que ça a été un peu plus difficile d'abord. Est-ce que je suis stressée ou ça fait? Un peu de stress, beaucoup de stress en fait. Je suis excitée, j'ai envie de faire quelque chose de rare et de faire le Maghreb. اليوم الاخير ديال التدريب وداز مزيان، عاد ديفوينا قبيله كاينه شويه خدام شي سبور شويه غابه، ودابا راه دوشنا مقادين غدا دوشتو الفاليز نمشيو يمو. نمشيو
الدراري دابا عاد شافوا ان اكسبوزي على لا بارتيسيپاسيون ديالي فاش لي اولمبياد 2010 دونك سا لي ا موتيفي كان ايموشنال بزاف راه فريمون موتيفيني شكرا سيت فاوا كضحكوا دابا هي وصلنا للمغرب. المهم حنا دابا راه حقنا اور دريم واخا ني با كونسيي هكا باغي ما حقناش شحال راه حنا كنحلموا دابا 3 2 1. ونتمنى ان يكون هذا الحفل ديال اليوم بادئ بخير لنتيجة مشرفة لأبناء ديالنا إن شاء الله، وأظن أنهم على كامل الاستعداد وبمعنويات مرتفعة لتحقيق ذلك إن شاء الله. نتمنوا حظ سعيد إن شاء الله للوليدات هذو ويحققوا نتائج إن شاء الله طيبة اللي ترفع المستوى ديال المرتبة ديال المغرب. هذه السيرموني دو فيرسيغ دابا إن شاء الله تكون هذه هي الانطلاقه ديال الفرنسيات في المغرب ان شاء الله تكون النتائج طيبه. الديفيكولتي اللي خدمتو هي نورمالمون لا ديفيكولتي اللي غتكون غدا في البي 1 وفي البي 2، ماشي شي حاجه غريبه علينا. درنا لي 4 اكس، لي 4 نيفو ديال الديفيكولتي، وكاملين بكم كنتو قادرين تخرجوا هاد لي زيكزيرسيس هادي دون بليزيوغ سيركونستانس و بليزيوغ سيتواسيون. دونك غدا ان شاء الله كاملين بكم ان شاء الله غادي تفوزوا البيدو ان شاء الله. شي واحد غادي يكونوا قادرين يخدموا يخرجوا لك ديما لا كاش قادر يخدموا تثق القدرات ديالك غير واحد من القدرات نفس الجهه. صباح الخير. اليوم اليوم الاول منافسات داي 1 ديال الكومبيتيشن، غنمشيو دابا نفيقو الدراري ان شاء الله. صباح الخير.
ماكسيموم ديالنا كنعطيو لو ماكسيموم ونديرو زعما واخا نعطيو لو ماكسيموم زعما واخا الا ما جبنا والو لو بلوز امبورطون هو تعطي كاع داكشي اللي خصك زيد تقاس مع تما حتى ياخد نفس مزيان هو احنا ما واقفين حتى شي اكس ما خايفين حتى شي اكس لا انت لا كوندي دونك غادي نجيو نقطه دونك حاولوا نعطيو كلشي بديتو باش هذا العام يكون اكسبسيون ان شاء الله. يا دونك سالا اليوم الاول ديال المنافسات دي 1 الحمد لله داز الامور مزيانه. الدراري دابا مشاو ينعسوا حتى انا غادي نمشي نعس باسكو كان نهار طويل وطويل بزاف. كنتمنى غدا ان شاء الله يكونوا شي نتائج طيبه ونحصلوا اكبر عدد النقاط ان شاء الله. صباح الخير. دوزيام جور ديال الكومبيتيسيون يلاه نفيقو الدراري. نصحو لي كوبي ديال الدراري هادوك لي كوبي ديال الدي الثاني هادوك لي كوبي ديال الدي واحد كلمة طويلة. كي كانت لا بيرفورمانس ديال الدراري؟ جلوبالمون سيتي بيان دونك يافي دي سوليسيون كي ايتي انكومبليت دونك سي تي كومبليت بوغ ان شاء الله نيغوسي افيك لو جوري الماكسيموم دو بوان. J'ai pu avoir une mention honorable, même si كان يمكن ندير احسن. جبنا ان سكور مزيان بوغ المغرب، سي الميور ريزولتا اللي جبنا دوبوي 2004، وهادشي كله فريمون غراس على ماروك حيت هما اللي عاونونا وطلعوا لينا من النيفو ديالنا. كنشكر هاد المنبر ماتي ماروك حيتاش عاونونا بزاف، لي في ستاج وكل شيء اللي هادو المجهودات ديالهم، وكنشكر بزاف عمر حسني حيتاش كان معنا طول هاد السنة ديال البريباراسيون ديال لي زيمو، وجا معنا لي زيمو، وكان اللي هو كان عاونا بزاف حيت هو اللي كان كيدافع على الوراقي ديالنا وبلا بيه ما كناش نجيبو ان سكور اوسي ميرفيو كو هاد لو كو انا جو سوي اون بروميير اني هذاك جو سوي غادي نقول مزيان بزاف ان الماروك رجع تشارك دي كانديدا شويه صغار حيت جو دي فوت بي لي بي اللي ريوسيس بزاف لي زيمو هما دي بي اللي تيشاركو دي كانديدا اللي تاخدو اكسبيرونس في داكشي. انا صار موقف ديالي افيك سيزون قبل لي باك سيتي لي ترمي انا نعاود نشارك العام الجاي بهذا الاكسبيرونس ست مره. كنبغي نشكر جمعية ماتي ماروك واخص في الاخص استاذ حسني، كنشكر كذلك مسيو عباوي حتى هو تقاتل معنا كنشكروه بزاف. بالنسبه لماتي ماروك جو بونس باك بلا ماتي ماروك ما وصلش لهذا النيفو. كانت المهمه ديالي هو الدفاع على الاوراق ديال التلاميذ والحلول ديالهم امام اللجنه الدوليه. الحمد لله المغرب هذه السنه حصل على مجموعه 80 نقطه اللي هو كتبقى اقوى حصيله ديال المغرب من ناحيه مجموع النقاط منذ سنه 2004. اولا كنشكر جميع الاصدقاء ديالي في جمعيه ماروك، الاسماء محمد العالمي، سعد شكري، محمد امين منونه، يوسف قيشوح، مجموعه كبيره من الاصدقاء اللي كانوا في ماروك اللي كانوا كيحضروا معنا لي ستاج سيديرو لي كورتي وشدو لي تيست. كذلك كنشكر مجموعه من الاساتذه من اللجنه المركزيه اللي كذلك كيساهموا في التاطير ديال هاد التلاميذ، وعلى راسهم واحد الرجل عظيم وعظيم جدا هو الاستاذ